تطل أزمة الوقود برأسها مجدداً في العراق، ليعود معها مشهد طوابير السيارات الطويلة وهي تقف ساعات أمام محطات تعبئة الوقود. أزمة وقود شديدة يعاني منها أهالي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار من جراء شح مادة البنزين وعدم توفره في غالبية محطات الوقود بالمحافظة. ليش يعني الازدحامات هسه على البنزينخانات، واكثريه البنزينخانات هسه ما بها بنزين، واحنا اهل النفط واحنا اهل هاي الحكومه المفروض توفر للمواطن، المفروض يوفرون النفط، النفط وبنزين. وهاي شوفت عينك، احنا نطبق ساعه يلا تفول، واحنا اهل البنزين، ما يصير هيك، خلي يشوفون المواطن، هذا المواطن المسكين، ما يصير عمي، ما يصير. أهالي الأنبار عبروا عن غضبهم من امتناع المحطات في المحافظة عن توزيع الوقود للمواطنين بشكل طبيعي، كما تكدست السيارات أمام محطات الوقود في الرمادي بسبب إغلاق العديد منها. تيجي ما يوزعون بس الصبح، والله عندنا تسألهم يقول لك عندنا موجود خزين بس ما مسموح لنا نوزع بس 2000 لتر. ليش 2000 لتر؟ ماكو، هي بس هاي ومحطة الأمن إنه بأقوى الزحام، بس هذني الاثنين زحامهن حيل قوي، والباقي المحطات من الفلوجه وجاي ماكو بنزين. انا جيت من الحبانيه اللي جاي افول بنزين. تكرار ازمه الوقود في العراق اثار الكثير من التساؤلات حول اسباب الازمه الحقيقيه، حيث اتهم المواطنون الحكومه بالتسبب بهذه الازمه كغيرها من الازمات. هذا الازدحام كله على البنزين، وصور انت بنفسك وشوف، شوف الازدحام لي وين واصل. ما يصير هيك، والله ما يصير، لا الله يرضاه ولا محمد. يخلقون أزمات تريد ما تريد، يعني انت بنزين لبنان ودولة ما موفر لها بنزين، المواطن ما موفر لها بنزين، غير دولة هاي صعدوا الدولار كلفوا على 147-148 ويخلقون أزمة، دولة هي تسوي الأزمة تريد ما تريد. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الوقود في الأنبار ومحافظات أخرى، لا يوجد أي مبادرة حكومية حقيقية لحلها في بلد يمتلك واحداً من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.